عبد الرحيم الشعباني. المشكل اللي عندي يا خويا خدام مع واحد الفلاح، وهذا الفلاح خدمت معاه من 2002 حتى لدابا. شنو كدير هاد الفلاح؟ كنت عساس عنده. ايه من 2002 حتى 2019 اللي خرجت من العسى. وهذا الفلاح خدمني بالاوراق اخويا مده 10 سنين. كتخدم بالاوراق؟ ايه ليل ونهار ب 50 درهم كيخلصنا. ايه واش كتخدم بهاد الليل ونهار؟ الليل ونهار اخويا انا كنت في العسى، كان مخليني ليل ونهار في الفيرما، ما كاينش اللي كي قلتيش ليه 50 درهم قليله؟ قلتها ليه وقال لي الخدمه هي هذه، لما عجبك الحال سير. الله يسهل عليك، هادشي هو اللي كاين. وانا صابر عنده اخويا تل 2019 تزوجت كاع عندي الدراري وداك الشيء، وبقى اربعه الدراري في 50. اي لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي هاد الناس راه ما بلا والو. فاش وقع لي المشكل مشيت دعيته ولا كينتقم مني؟ دعيتيه هو؟ اي دعيته المفتش الشغل ولا كينتقم مني وكي صيفط الكابرانات ديولو ويستفزوني وي. واش دعيتي ربحتي شي حاجه؟ لا مشيت عند المفتش، قال لي المفتش ما يمكنش لك تتابعه. علاش؟ ما عرفتش علاش. واش باغي تتابعو؟ انا باغي نتابعو على يعوض لي دوك الايامات اللي دازو بلا التعويضات ديولي ديول 10 سنين. هو خلوني يعوض. هضرت معاه وليني ما بغاش هادشي هو اللي كاين. فاش مشيت مفتي الشغل ولا شاد معايا الكونترير هو هذا الباترون شاد معايا. الباترون مصيفط الناس ديولو خارجين انتريت وكيحولوني انا من فيرما لفيرما. الناس خارجين انتريت وخدامين؟ خدامين الناس خارجين انتريت 7 سنين ولا 8 ومازال خدامين، وهما اللي كيتحكموا فينا. هذوك كتلقاهم كيخدموا باقل ثمن حيت عندهم انتريت؟ لا بالعكس، هادوك هما اللي خدامين مزيان، حنا اللي كيخدموا بينا. وحنا اللي خدامين عليهم. 50 درهم هادوك الناس كيتخلصوا مزيان ودايرين لاباس، وحنا كيعطينا 50 درهم واش نقروا الدراري واش نوكلوهم. شحال في عمرهم الدراري؟ كاين 12 عام. كاين كيقراو؟ نعم كيقراو. 50 درهم شنو كدير؟ لا اله الا الله وصافي، هذا الشيء هو اللي كاين. الدراري والكراهه كل شيء من هذيك 50 درهم. وعايش بها؟ عايشين بها. لا قد الحال. كي دايره الوضعيه ديالكم؟ الوضعيه ديالي كنحس بالحقر، انا هاد الناس حقروني بزاف، ومني كندعيهم هنا في المنطقه ما كنصور منهم حتى شي حاجه. لا ما كناخذش حقي. دابا باقي خدام مع هاد السيد؟ باقي خدام معايا حاليا. باقي خدام معايا. ديكلاري؟ حاليا ديكلاريني من 2011 فاش ديكلاراني حتى لدابا. كتستافد من لاسينيسيسيه؟ كنستافد من لاسينيسيسيه. الخدمه كيدايرين معاك؟ الخدمه كيستفزوني بزاف، كيخدموني من 7 الصباح حتى 5 العشيه. من 7 الصباح حتى 5 العشيه. واش حولوك من البلاصه فاش؟ نعم حولوني. دابا عندي الترونسبور، عندي تقريبا واحد 20 كيلومتر ولا 15 كيلومتر. كنمشي عليها الترونسبور من جيبي، ما كيعوض ليا هو والو. دابا حاليا 1500 75 درهم. نعم وليسانس وكل شيء فيها. والو مازال كنكمل من جيبي. هذا الشيء هو اللي كاين. ودابا في هاد الاواخر ولا الكابران اللي خدامين معاه كيستفزني. باغي كنحس به، باغي يجري عليا، باغي ندير شي مشكل نضارب معاه ولا شي حاجه باش يجريو عليا. لا انا كنخليه يقول اللي بغا. ولا في هاد الاواخر كيبيس لي الموتور ديالي باش ندير شي كسيده باش يتهنى فيا. وكيحل لي الفران ديال الموتور. باش وكيجي يتخاصم معايا ويبرك يقول لي في الهضره لي. انا كندير الخدمه ديالي، انا كندخل في الوقت ديالي، كنخدم الخدمه ديالي وكنزيد في حالي. وهو تابعني مازال كيسول عليا، كيمشي يكذب على الباترون، كيقول لي هاد السيد راه كيسب ليك، راه
وبيشري لي الصداع مع الباطرون. هضرت معاه هي هو اللي هضر معايا قال لي علاش كتسب ليا، قلت لي ما كنسبش ليك، قلت ليش بيني وبينك، قلت لي داكشي اللي ضيعتيني فيه تال عند الله سبحانه وتعالى، ما غاديش نسب ليك انا، ما بغاش يعطيني التعويضات ديولي، ما بغاش هي. وكيحولونا من عند من فيرمه لفيرمه، كاين واحد الكابران باش نعيا ونزيد فهم. لا لا كنخدم خدمة ديال أيام، ما بقيتش حساس من 2019. لا كنخدم عا بالنهار دابا وكنزيد في حالي. هي مع السبعة أي تل الخمسة العشية. أي هما أحسن دابا فاش كتخدم السبعة تل الخمسة ولا فاش كتخدم؟ دابا شوية كنروح عند ولادي. هذاك الوقت فاش كنت في العسالين ونهار ما كنمشيش لعند ولادي، لا ما كنمشيش الليله في 15 يوم ولا في 20 يوم اللي كنمشيها. دابا حاليا كنروح عند ولادي الخمسة العشية ولا الخمسة ونص كنزيد في حالي. انا كنطالب يعوض ليا التعويضات ديولي ديال ديك 10 سنين ولا 9 اللي ضاعت ليا. لا 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 ما بغاش يعوض. قال لي سير فيما عجبك، سير دعيني، سير اللي بغيت ديرها ديرها، هذا الشيء هو اللي قال لي. ما كنصور والو، كنمشي عند المفتش كيقول لي سير سير الخدمه ديالك، راه ما حبسكش هذا السيد. كتشوف راسك تحضر بزاف بزاف هاد الناس لواحد الدرجه اللي وليت انا كنحط الماكله ديالي وكنخافهم يديروا لي فيها شي حاجه، ما بقيتش كنطيق في الخدمه. انت كتجيب الماكله؟ كندي معايا الماكله، كنضل تما من الخمسة الصباح تال من السبعة الصباح تال الخمسة العشية، كندي معايا الغدا ديالي، كندي معايا المسائل ديولي. والغريب في الأمر كابران خارج انتريتو هو اللي كيتحكم فيا وهو اللي كيحولني من بلاصة لبلاصة. ما تقدرش الظروف ديالك؟ لا لا ما كابران شفت معاك بيني وبينه مسائلية. فاش كنت في العسا كان شي حاجة كيبي يديرها هو وكنحبسو أنا، كنتعرض ليه. داكشي علاش ولا كينتاق؟ ولا كينتاق من باش انا نزيد في حالي. باش انا نزيد في حالي. باش بحالاش كنتعامل معاه؟ كنتعامل معاه انا، كنت مكلف بالمازوت، عندي الساروت ديال المازوت، كيجي كيقول لي دير لي المازوت، ما كان بي ما عنده الحق هو يدير. البون ولا شتي؟ لا ماشي البون، انا اللي كنعطيه المازوت والحديد ديال سميتو ديال الفيرما، اما هذيك خاصه به هو ما يمكن. كل نهار كل واحد شحال لك كتعطي ولا كيعطيك واحد البون عنده واحد؟ لا كل نهار شحال كنعطي اللي درتها كنقيدها في البون ديالي. هو تيجي كيقول لك عطيني المازوت، كيبي المازوت هو ما كنعطيش ليه، وهو الطوموبيل ديالو خاصه ما يمكنش ليا نعطيه انا المازوط. كتحاسب عليه؟ اييه. ومن بعد ولا كيسرق ليا الباتريات ديال الكاميوات اللي كيباتوا حدايا باش يدير ليا المشكل مع مول الشي. باش يدير ليا المشكل انا مع مول الشي. وهذا السيد راه خارج انتريت، راه 7 سنين باش خارج انتريت. شاد معايا الزكيريه هو اللي كيحولني من بلاصه لبلاصه. شنو تطلب لهم المغاربه؟ شنو تقول لهم؟ انا كنطلب منهم يوقفوا معايا، وهذا النداء كنوجهه للمسؤولين ديال المفتشين ديال الشغل والناس اللي في هذا الميدان، كنوجه لهم هذا النداء انا يعاودوا النظر في هذه القضيه، راه حنا ضايعين بزاف. كتشوف حياتك غادي وكتضيع. حياتي غاديه وكتضيع، ومرات ولا فيا شويه السكر، ما بقيتش كنتحمل المسؤوليه. وهاد الناس راه بقيت معاهم، راه لو وقعت لي شي حاجه راه على حسابهم هاد الناس، انا راه بريء منهم، انا الخدمه ديالي كنديرها، هاد الشيء هو اللي كاين. هاد الناس كيتعداو عليك؟ كيتعداو عليا بزاف، هاد الناس كيتعداو عليا وبيجروا عليا. بغاو يخرجوك باي طريقه؟ بغاو يخرجوني باي طريقه. شحال من واحد سبقني وما وقع لي نفس المشكل وما دام من هاد الناس والو.